بهدف إبراز المظهر الجمالي للعاصمة التي ستكون بعد أيام قليلة على موعد لاحتضان القمة العربية، تم وضع مجسمات فنية صغيرة لمختلف عواصم ومدن الدول المشاركة في هذا الموعد الهام. ارتئينا بمعية السيد الوالي أن يتم تنصيب هذه المعالم على مستوى هذه الساحة المقابلة لجامع الجزائر الأعظم، وحتى تكون من جهة قبلة للمواطنين، حتى يطلع المواطنين على هذه المعالم وتكون عندهم، يكون مشاركين بصفة غير مباشرة في هذا الحدث الكبير الذي تنتظره الجزائر. المجسمات الاثنين والعشرين التي زادت ساحة الجامع الكبير رونقا وجمالا كانت من صنع أنامل فنانين تشكيليين أبدعوا في تجسيد معالم وعواصم البلدان الوفود المشاركة في القمة العربية. إشراف مؤسسة فنون وثقافة استدعونا كفنانين تشكيليين، قمنا بهذا العمل يعني الفني خدمة للوطن، قمنا بإنشاء مجسمات يعني ترمز للدول العربية. يعني أنا كدوري كفنان حكمت 4 مجسمات، منها البحرين، سوريا، الكويت ومسجد جيبوتي. مع بداية العد التنازلي لعقد القمة العربية بالجزائر، توشحت شوارع العاصمة بأعلام الدول العربية إلى جانب أشغال التهيئة التي قاربت على نهايتها استعداداً لاستقبال ضيوف الجزائر بأبهى حلة.